Welcome, my dear students. Today we will study lesson 5 in unit 2, which talks about equal sets. النهاردة هنتكلم على lesson اسمه equal sets. لو أنا قدامي 2 sets، إمتى أقدر أقول على 2 sets دول إن هما equal؟ طبعا إحنا عارفين إن الست بتتكون من element، فلو كان الإليمنت بتاع الست الأولانية هي نفس الإليمنت بتاع الست التانية، في الحالة دي أقدر أقول على تو سيتس إن هما إيه إيكوال، حتى لو كان نفس الإليمنت بس متلخبطين، يعني لو هنا 1 و 2 و 3 في الست الأولانية وفي الست التانية 3 و 2 و 1. في الحالة دي لو الإليمنت اللي هنا زي الإليمنت اللي هنا أقدر أقول على تو سيتس دول إن هما إيكوال. طبعا هو درس صغير وجميل، وطبعا هنحاول إن احنا نركز فيه. يونت 2 كلها ما فيهاش ستيبس كتيرة في الحل، بس فيها ان انت تركز عشان تعرف الحل من اول مره. طبعا في ليسونز قبل كده، قبل ليسون اللي احنا شغالين فيه ده ويونت 1، الليسونز دي لو حبيت تراجع منها حاجه او حبيت ترجع لحاجه بتخش على اليوتيوب قناه سكولا، قائمه التشغيل جراد 5 طبعا مستر ايهاب مكاري، تبتدي تجيب اي ليسون من الليسونز اللي فاتتك لو انت عايز تعيد عليه تاني. طبعا عندك شيت موجود في اسفل، في الرابط اسفل الفيديو، تقدر تدوس على الرابط ده هتخش على موقع قناه سكولا وتقدر تحمل الشيت ده منه بحيث تقدر تتابع الحاجات اللي احنا قلناها. باكد عليك برضو ما تكتفيش ان انت تتفرج على الفيديو بس، لازم تحاول ان انت تحل بايديك، لازم تحاول ان انت تعمل بايديك مجهود، علشان الفرجه لوحدها على الفيديو مش هتكفي ان انت تقدر تفهم. اوكي نبتدي مع بعض كده ونشوف الدرس. The set X equals the set Y if the two sets have the same element. امتى اقدر اقول على two sets ان هم equal؟ لو كانت الاليمنت بتاعت الاكس الاولانية equal الاليمنت بتاعت الاكس التانية بتاعت الست التانية. يعني لو الاليمنت هنا زي الاليمنت هنا حتى لو متلخبطين، بس المهم ان الاليمنت يكونوا زي بعض، يبقى في الحاله دي اقدر اقول على التو سيتس ان هما ايكوال. طيب نشوف كده اكزامبل، بوت ايكوال اور نوت ايه ايكوال. نمبر 1 ذا فيرست سيت 1 اند 2 اند 3، ذا سكند سيت 3 1 اند 2. طبعا هنا نلاحظ ان الاليمنت هنا هي نفسها الاليمنت هنا بس متلخبطين، يعني مثلا هنا ال1 اهو موجود هنا اهو، وال2 موجوده هنا، وال3 موجوده هنا. ففي الحاله دي اقدر اقول على التو سيت ان هما ايه ايكوال، لان نفس الاليمنت اللي هنا هي نفسها اللي هنا، يبقى هنا هنقول ايه ان التو سيتس كده ايكوال. اوكي اكسرسايز 2 ام سيت ام اي ار كي سيت ام اي ار. طيب تعالوا نشوف السيت هنا، طبعا واضح جدا قبل ما نكمل ان التو سيتس دول نوت ايكوال. ليه؟ لان الست الاولانيه اساسا عندها 4، الست الاولانيه عندها 4 اليمنت والست الثانيه عندها 3 اليمنت، يبقى اساسا ازاي هم ايكوال؟ هم نوت ايكوال، في اليمنت هنا مش موجود هنا، يبقى هنا هنقول عليهم ايه نوت ايكوال علشان عدد الاليمنت مش زي بعضها. سيت 1 3 6 سيت 13 اند 6. في ناس تاخد الاكسرسايز ده بالشبه كده وفي ناس تركز فيه شويه. هنا الاليمنت اللي اسمه 1 هل هنا موجود؟ واحد يقول لي ما هو موجود اهو، نقول له لا ده اليمنت اسمه 13، طالما في كوما يبقى ده اليمنت على بعضه، وده كوما اسمه اليمنت اسمه 6، والاليمنت اسمه 3 مش موجود. صحيح الاليمنت 6 موجود، لكن لازم علشان اقدر اقول على تو سيتس دول ان هم ايكوال لبعض، كل الاليمنت اللي هنا تبقى نفسها الاليمنت هنا، عدد الاليمنت هنا يبقى زي عدد الاليمنت هنا. طبعا هنا في 3 اليمنت وهنا في 2 اليمنت فما ينفعش، فيبقى ده نوت ايه نوت ايكوال. شوف اللي بعده letter n e w، هنا بيقول لي ايه the set of the letters of the word new. هنا احنا اتعلمنا ده كده مكتوب بطريقه الليستنج ميثود، وده كده مكتوب بطريقه الديسكريبشن ميثود. لما يقول لي letters بتاع الورد اللي اسمها نيو، يعني ايه letters؟ يعني حروف كلمه نيو، يعني n ها و E و A و W. تمام، وهنا في مين N و E و W، يبقوا هنا طبعا equal لبعض لان نفس الليترز اللي هنا هي نفسها اللي هنا. هنا بيقول لي السيت اسمها ايه 1 2 3 and so on، يعني 4 5 6 7. وهنا بيقول لي the set of counting number،
طيب احنا عارفين ان الكاونتنج نمبر اللي هي بتبتدي من مين؟ ها من ال1 نكتبها كده، وبعد ايه 2 اللي هي اعداد العد اللي بنعدها، بعد كده الايه 3، بعد كده ايه ال4 اند سو اون. الله ده هي دي نفسها دي، يبقى برضو ايه ايكوال، يبقى 1 كوما 2 كوما 3 كوما 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 هي نفسها السيت اوف كاونتنج ايه نمبرز. Example 2. Find the values of A and B that makes each sentence true. الاكسرسايز ده مهم جدا. تعالوا نشوفه يتحل ازاي وسهل وجميل. هنا بيقول لي في ست، هو هنا اعترف ان الست اللي اسمها A و7 ايكوال الست اللي اسمها B و2، تمام؟ طيب يبقى الست اللي اسمها A و7 زي ما انتم شايفين ادي A وادي 7 والست الثانية اسمها B و2، يبقى هما ايكوال لبعض، يبقى لازم الـ A دي تكون موجودة هنا لأن هما ايكوال. طيب هل الـ A ايكوال الـ B ولا ايكوال الـ 2؟ طبعا هنا الـ A هتبقى ايكوال الـ 2، مش هينفع أخلي سيمبول يبقى ايكوال سيمبول، ما ينفعش أقول A ايكوال B وأنا ما أعرفهمش هما الاثنين، لكن ينفع أقول الـ A هنا، ينفع أقول الـ A ايكوال 2، شايفين أهو. طيب بالنسبة للـ B، هل الـ B ممكن تكون ايكوال A ولا ايكوال 7؟ لا البي هتبقى ايكوال مين؟ ال7. اه عشان انا لو شلت الاي وحطيت مكانها هنا 2 وشلت البي وحطيت مكانها هنا 7، اه فعلا الجمله دي هتبقى مظبوطه جدا، شايفين الجمله كده هتبقى ايه مظبوطه جدا معايا، يبقى بي 2 ايكوال ايه 7. طبعا هنا هو حلها تاني. طب نشوف اللي بعدها. set 3A9 equal set B59. طبعا هنلاحظ هنا ايه، في حاجة مشتركة، اه ال9 هنا مع ال9 هنا، نشطبهم مع بعض كده لان ال9 موجودة هنا وموجودة هنا. طيب يبقى ال A المفروض تكون موجودة هنا جوه صح، يا اما تكون equal ال B يا اما تكون equal 5. طبعا مش معقول ال A تبقى equal ال B، احنا كده ما عملناش حاجة، يبقى ال A لازم تكون equal كام؟ ال 5. يبقى هنا افهم من هنا كده ان ال A equal ايه 5. طيب by the same way الـ B هتروح هنا، إما تكون equal للـ A، طبعا احنا شطبنا 9 المتكررة، إما تكون equal للـ A 3. طبعا مش معقول هنقول الـ B equal للـ A، هتبقى الـ B هنا equal كام؟ 3. فاهمين؟ طيب نشوف كمان exercise. المسألة ده مهمة قوي، بيجي كتير برضو في الامتحانات. هنا عندي set اسمها ايه؟ نقراها مع بعض، ها نقرا كده الست دي كده مع بعض ونشوف. 4 7 A والست التانية 7 4 5. أول حاجة نشطب اللي بتكرر هنا وهنا، يبقى نشيل الـ 7 مع الـ A مع الـ 7، شايفين؟ طيب نبتدي بقى الـ A هنا، يا إما هتبقى إيكوال 4، اه استنوا كمان ده في الفور كمان متكررة، الفور موجودة هنا وهنا، خلاص يبقى الايه هنا لازم تكون ايكوال ايه، يبقى احنا شطبنا الفور مع الفور والسيفن مع السيفن، يبقى الايه هنا ايكوال مين؟ مفيش غيرها، الايه ايكوال مين؟ الفايف. يبقى الايه هنا ايكوال ايه؟ الفايف. فاهمين دي جت ازاي؟ ليه؟ علشان الفور موجودة هنا وموجودة هنا والسيفن موجوده هنا وموجوده هنا، يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه هنا تكون ايه ب 5، عشان الايه هنا لو ب 5 هيبقى فعلا 475 و745 هيبقى 26 زي بعض بالظبط. نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. a plus 1 كوما 2 كوما 6 2 كوما b كوما 5. طيب نشوف كده مع بعض. نشطب المتكرر، ادي الاليمنت الاولاني a plus 1 على بعضه كده، ده اليمنت واحد وادي ال 2 وادي ال 6 وهنا في ايه 2 وB and 5. هنشطب الايه المتكرر اللي موجود هنا وهنا ومتكرر، هنشطب ايه ال2 دي اللي هنا موجوده هنا مع ال2 دي، ونبتدي بقى يا اما الA plus 1 equal الB يا اما الA plus 1 دي equal مين؟ ال5. طبعا A plus 1 equal الB كده انا ما بقاش استفدت حاجه، لكن هساوي مين بقى هنا؟ هساوي الA plus ال1 هي دي اللي هساويها بايه؟ بال5، فاهمين؟ و بعد كده ال B يا اما هتكون equal 6 يا اما هتكون ايه؟ A plus 1. طبعا هنبعد عن A plus 1، يبقى ال B هنا هتبقى equal كام؟ 6.
يبقى اتعلمنا دايما اعيدها تاني بنشطب المتكرر شطبنا 2 مع 2 وبشوف اللي فاضل a plus 1 اروح رايح بالناحيه الثانيه يا اما هيكون ايكوال b يا اما هيكون ايكوال a 5 فطبعا قلنا a plus b a plus 1 ايكوال 5 انا كده لسه على فكره ما جبتش الفاليو اوف a هبتدي افكر كده واشغل مخي يا ترى ايه هو النمبر اللي انا لو عملته ادنج ل 5 ريزلت لل 1 ريزلت هتبقى 5 ايه هو النمبر اللي بلس 1 ريزلت هتبقى 5 ها الفور مظبوط كده يبقى الايه هنا بايه بفور فاهمين طيب بقى كده ايه احنا حليناها كده يبقى انتهينا من ليسون 5 ان يونت 2 طبعا زي ما احنا شايفين ليسون صغير ما فيهوش اي مشكله حاول طبعا تحل الاكسرسايز الموجوده بايديك علشان من غير ما هتتفرج على الفيديو بس من غير ما تحل بايديك مش هتحقق نتيجه ايه كامله 100% هتتفرج على الفيديو وتحل بايديك دي حاجه كويسه جدا وقف الفيديو وعيده مره واثنين وثلاثه علشان توصل ان انت تحل كل الاكسرسايزز مظبوط بكده يبقى خلصنا الليسون وان شاء الله اشوفكم في ليسون جديد. Goodbye.